ما شاء الله أصدقائي الأعزاء، اليوم السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني، وانظروا أول ثلج قد تساقط. ما شاء الله، الآن سأحاول أن أخرج إلى الشارع. ما شاء الله، انظروا إلى هذه الثلج. كم أنا سعيدة. أنا سعيدة جدا لتساقط أول ثلج في هذه السنة. أنا سعيدة. الأرضية زالقة، يجب أن نكون حذرين. الناس ينظفون. الناس يختمون من الثلج بمظلة. قبل قليل سمعنا صوت طائرة قاذفة أو صاروخ، لا أعرف. انظروا إلى هذه الشجرة، الخريف يقاوم الشتاء. الأرضية زالقة، والله يدي باردة جدا، يجب أن أتدفأ. را
رجعت من الشارع وانظر إلى خدودي، إنها بعد الثلج وبعد طقس بارد وبعد رياح هكذا حمراء حمراء. أصدقائي الأعزاء، لا توجد كهرباء ولكنني حضرت فطائر البطاطس درني هكذا، وكذلك قليت هنا درون بشكل علامة القلب. أصدقائي الأعزاء، خرجنا لنتجول قليلا، أريد أن أدخل بعض المحلات. وأشاهد بعض المنتجات لعيد رأس السنة. يبدو لي أن الكهرباء تجددت، يعني شغلت. سندخل هذا المحل، أتبه. الطقس بارد الآن، درجة واحدة مئوية تحت الصفر. ما شاء الله. أحب مشاهدة كل هذا الجمال. Thank you.
هذا للتزيين، لتزيين البيوت وتزيين شجرة عيد الميلاد. هذه الشمعة كل دفعة مجزنات. وهنا أكواز جميلة مع نودة في الثلج. هذا كوز، هل تعرفون ما هذا أصدقائي؟ هذا لتجفيف الحذاء بسبب الثلج والبرك، الحذاء يتبلل ويجب تجفيفه. هذا يوضع إلى داخل الحذاء وهكذا هنا يعلق بالكهرباء. أستود تكي سويتشكي شموع كل شيب شيب. انظروا إلى هذه القبعة الجميلة. هذه وهذا طاقم الحلويات. طاقم الملبسة المختلفة. اليوم يدللني كولا وقرر أن يحضر بيتزا بالفطر والجبن. ما شاء الله ما شاء الله رائعة. جاهزة جاهزة جاهزة، كم هي جميلة، تعجبني للغاية. رائعة. كذلك كولا يسكب زيت الزيتون قليلا. والرائحة جميلة. ألف شكر. شهية طيبة. شهية طيبة يقول كولا. شهية طيبة. وهذا ريحان. كولا يرش الريحان فوق بيتزا. الرائحة أحسن بكثير. ما شاء الله. هذا جليد أصدقائي. أصدقائي انظروا إلى هذا الجليد. ما شاء الله.